إلى شهيد الولاء، إلى ذلك الاسم الذي حفر في ذاكرة الزمن والتاريخ، إلى حجر، إلى من ظنوا بنبش القبر أن يطمسوا معالم هذه الشخصية. سأقرأ لك أيها العبد الصالح بأحب الأسماء لديك لعلي بن أبي طالب، وكأنه يقول: أسأل يا سؤال عليك ودر البيك، أسأل يا سؤال عليك ودر البيك، السؤال براسي بعده وانت حليت. علي اللي يحتاج اللي يجيك ترجع ما محتاج، وعلي لو ماكو محبس جفك انطيت. علي فاضت رحمتك مو فقط عن الناس، رحيم على الهوى البحشاك شميته، تمر على الشجار حسيت بعطشان، رحت من دمع عينك ماي 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 رويت. هذه خطوة عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.